السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقومو بتصحيح الامتحان الجوي لمعهد البكالوريا السنه الاولى من سلك البكالوريا سنه 2023 ديال جهه درعاتها في ماده التربيه الاسلاميه. الوضعيه الاختباريه، السياق: دار حوار بين افراد اسره عمك احمد بمناسبه زواج ابنته كريمه. الام فاطمه: الان احس بفرحه كبيره تغمر قلبي، فقد أكرم الله تعالى ابنتي بزوج ميسور سيعمل على إكرامها وإسعادها. قال الأب أحمد: يا فاطمة، إن السعادة الحقة بين الزوجين لا يصنعها المال والثراء، وإنما تولد من رحم المودة والمحبة، وتتحقق بالتخلق بآداب الإسلام وقيمه الرفيعة من أمانة وصبر وتسامح وتقدير للمسؤولين، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع أهل بيته الأسوة الحسنة. الأخ الأكبر علي: وافقك الرأي يا أبي، فقد عايشنا أسرا تفككت بسبب سوء العشرة بين الزوجين، وما قصة جارنا خالد عنا ببعيدة، حيث كان ثريا كثير المال ومع ذلك عاش معه أولاده وزوجته البؤس والشقاء بسبب غلظته وسوء معاملته، بل إنه طلق زوجته مرتين ورجعها فقبلت بهذه الرجعة وصبرت على ذلك حفاظا على أولادها من التشرد والإهمال. البنت كريمة: إذا كان الأمر كذلك فينبغي للمرأة ألا تغامر بحياتها ومستقبلها بالزواج من رجل تجهله، بل يجب عليها أن تتعرف عليه عن قرب، تقف على أخلاقه وطباعه قبل العقد والإسلام. إنما شرع الخطبة لتحقيق التعارف بين الخاطب والمخطوبة، إلا أني أرى أنه أي الإسلام قد ضيق واسعا على المخطوبة حين اشترط حضور أحد محارمها عند جلوسها إلى الخاطب. الأخ الأصغر مصطفى: إن ديننا الحنيف قد سيج العلاقة بين الجنسين بسياج أخلاقي متين، وقاية للمجتمع من الفاحشة، وتأسيسا لأسر مستقرة ومتماسكة مؤهلة لتنشئة أبناء مسلحين بالعلم والإيمان، يسهمون في عمارة الأرض وإصلاحها اقتداء بيوسف عليه السلام وبجيل الصحابة رضي الله عنه. السند الأول: قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. السند الثاني: قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اقرأ الوضعية بتمعن ثم أجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول: حدد المشكلة الأساس التي تطرحها الوضعية. تضارب تباين الآراء وجهات النظر حول حقيقة السعادة الزوجية. سؤال ثاني: عرف اصطلاحا المفاهيم الآتية. الصبر والغيب: الصبر هو قدرة العبد على تحمل الشدائد والمحن في ثبات واطمئنان دون شكوى أو جزع. الغيب هو كل ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من شاء سبحانه. سؤال ثالث: استخرج من الوضعية موقفي كل من الأم والأخ الأكبر، ولخصهما بتعبيرك الخاص مع ذكر تعليل كل موقف حسب الجدول الآتي. أن الموقف أن الأم الموقف ديالها هي تحقق السعادة بالثراء والغنى. تعليل: المال وسيلة لإسعاد الزوجة وتحقيق أمنيتها. الموقف الأخ الأكبر: تتحقق السعادة الزوجية بالمودة والمحبة والتخلق بالآداب الرفيعة. التعليل: تعامل الرسول المثالي والرائع مع أهله. السؤال الرابع: استثمر السند الأول وأجب على ما يلي. ألف صيغ مضمونا مناسبا للسند. أمر الله تعالى الزوجة على معاشرة زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذاب وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة نحوها. ب: انطلاقا من السند قدم لخالد نصيحة توجهه من خلالها إلى حسن معاملة أهل بيته. إن من الإحسان المطلوب شرعا من في المعاشرة الزوجية اللين والرفق في معاملة الزوجة والأولاد والعمل على خدمتهم وتوجيههم ضمانا لسعادتهم في الدنيا والآخرة. سؤال الخامس: استدل من صورة يوسف على قيمة رعاية الأطفال. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. هذه الآية 13 من صورة يوسف.
السؤال السادس، اذكر أسلوبين شرعيين لحماية المجتمع من تفشي الفواحش. الأسلوب الأول هو التربية الإيمانية العملية، الأسلوب الثاني هو التخلق الجماعي بقيم التستر وعدم المجاهرة بالمعاصي. السؤال السابع، استثمر السند الثاني لملء الجدول الآتي: المقطع من السند والمضمون ولا المستفاد منه، نوع الطلاق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المضمون جلو هو إذا طلقتها واحدة أو اثنتين أي الزوجة فأنت مخير فيما فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان بها. نوع الطلاق باعتبار أثره هو طلاق رجعي. المقطع من السند المقطع الآخر: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. المضمون المستفاد منه: لا يجوز للرجل أن يأخذ من مهر زوجته شيئا بعد الطلاق ما لم يكن هناك خوف من عدم إقامة حدود الله. نوع الطلاق باعتبار أثره هو طلاق بائن. أمشي دابا السؤال الثامن، انطلاقا من كلام الأخ الأصغر، بين علاقة الإيمان بعمارة الأرض. إن العلاقة بين الإيمان وعمارة الأرض هي علاقة تكامل وانسجام، فالإيمان الصادق هو الذي يدفع المؤمن إلى إعمار الأرض خير تعمير. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. السؤال التاسع، حدد موقفك من كلام كريمة الذي تحته خط في الوضعية، ما الدليل؟ الموقف هو: لا أتفق مع كلام كريمة. ليش؟ لأن ديننا سيج العلاقة بين الجنسين بسياج أخلاقي متين من أجل وقاية المجتمع من الفاحشة وتأسيس لأسر مستقرة متماسكة مؤهلة لتنشئة أبناء مسلحين بالعلم والإيمان يسهمون في عمارة الأرض وإصلاحها. السؤال العاشر، أتمم ملء الجدول الآتي مستثمرا مكتسباتك من سورة يوسف. المضمون: أهمية التخطيط والتوسط في الإنفاق في مواجهة الأزمات الاقتصادية. قال الله تعالى، الدليل من سورة يوسف: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. لتوظيف القيمة المحورية في الحياة، التخطيط والتوسط في الإنفاق من أجل مساعدة على تنظيم الحياة الشخصية. المضمون: تمكين الله تعالى ليوسف عليه السلام في الأرض بتولية الملك له إدارة الخزائن. قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. توظيف القيمة المحورية تساعد في أن تصبح شخصا موثوقا. السؤال 11، اكتب فقرة من 5 أسطر تبين فيها الحل الذي تقترحه لمشكلة الوضعية، مع الدليل المناسب مستثمرا إجاباتك السابقة وموظفا القيم والمفاهيم الآتية: الإيمان والصبر والتسامح ورعاية الأطفال. في مجتمعنا الحالي يعتبر انتقاء شريك الحياة الخطوة مهمة ومصيرية. يرى البعض أن الثروة المادية هي المعيار الرئيسي لهذا الاختيار، ولكن بنظري الاختيار الصحيح يجب أن يقوم على القيم والأخلاق بدلا من الثروة المادية. إن اختيار الشريك الذي يتمتع بالصبر والتسامح والإيمان هو الأساس لبناء علاقة دائمة ومستقرة. عندما يكون الزوجان متفقين على القيم والمبادئ يمكنهما تجاوز الصعوبات بسهولة وبناء علاقة تعتمد على الثقة والاحترام المتبادل، بالإضافة إلى ذلك الاهتمام برعاية الأطفال وتوجيههم نحو مسار حياة صحيح يعتمد على القيم والأخلاق يمثل أساسا لنجاح الأسرة واستقرارها على المدى الطويل. إذن يجب أن نركز على البحث عن شريك يتمتع بالقيم الأخلاقية الصحيحة حتى نضمن بناء علاقة مستدامة تنمو وتزدهر بمرور الوقت. السؤال 12، أتمم ملء الجدول الآتي بما يناسب. إن أنا النص الشرعي، قال الله تعالى: لقد راودته عن نفسه فاستعصم. القيمة المستفادة هي العفة. الشاهد عليها من حديث السبعة: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها
دعته إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله. قال الله تعالى نص الشرعي الثاني: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. القيمة المستفادة هي العدل. شهد عليا من حديث السبعة هي إيمان عادي. هنا كان سالي الفيديو ديالنا، ما تنساش تحط معاك واحد لايك وتشترك في القناة، ونتلاقاو الفيديو جديد. الله يعاونكم.